العطرة عبارة عن نبتة من نباتات المدينة الشهيرة في المدينة. أهل المدينة يحبون أنهم يستطعمونها بالشاي. رحنا حنا طورناها، وفكرة المشروع الأصل هو عبارة عن إرث. الإرث ده نحاول أن يعني نعيد ذكريات الماضي، عبارة عن لحظة تراث وضياء نوضح فيها يعني للزائر والسائح أو أي واحد يزور المدينة عن موروثنا القديم في المدينة. لو تلاحظ في عطرة عندنا جميع المنتجات الحلى من النخلة، والتصميم عبارة عن حجارة وعن طين وعن سعة من النخلة. لو لاحظت مع الممر حطينا تعرفة لأنواع النباتات العطرية من النعناع المغربي والحساوي والدوش والورد المديني والعطرة، نوضح للزائر أو السائح إيش أهمية النبتة عندنا بالمدينة. وهذا الريحان المديني نستخدمه في عطرة التنور، نستخدمه بالفطاير، أغلب الفطاير عندنا من الريحان. في تمر، كيكة تمر، كيكة عطرة على كيكة البرتقال، كله جمعناها في عطرة.